دابا غادي نجاوب على هذاك السؤال لان انا عرفت اللي عجبك في هذا السؤال هو الشق الثاني. اللي ما لقى ما يقول تيدخل ويخرج في الهضره. انا يا ريت كون قريت على راسي فاطمة الزهراء دبرات مدينه مراكش ودارت الملاير ودورات ظهرها وهربت من مراكش مشات عاد شفتي مدينه اخرى. يا ريت ومشيت للبرلمان وعمر خرشي وزير قال لك فاطمة الزهراء راك انت تقيل توقف عندي باش تقضي مصالحها. يا ريت فاش سيدنا وضع فيا الثقه ودخلت للحكومه ولو ثبت يوما استغليت منصب لاغراض شخصيه اكثر من ذلك تنتنازل على حقي من اجل السمعه لان وضعتوا فيا واحد الثقه وثقه كبيره. وهذه الثقه هادو اللي تيكتبوا هاد الشيء اللي ما عندهم حتى شي شرعيه ما مصوت عليهم شعب ما معينهم ملك ما بغيت انا نجاوبهم. انا الا قصدوا بالفوق الا قصدوا بالفوق وهذا الشيء ما فيه لغه خشب تنقسم لكم يمينا ما فيه لغه خشب الا قصدوا بالفوق سيدي ربي تنتبنى اخويا اذا كان الله انا تان امن بالله ومؤمنه ومسلمه ومربيه ولادي في دين الاسلام وبنت الصالحين. الا كانوا تيقصدوا بالفوق الملك صاحب الجلاله تنتبنى الخطابات ديالو تنتبنى الرسائل ديالو لانه هو قائد البلاد ودستوريا يوجهنا ونعتز بهذه التوجيهات لبنات واحد الدوله واللي غاديه تتعزز في الحق والقانون وفي التنميه ان شاء الله اكثر واكثر. الا كانوا تيقصدوا شي فوق اخر يقولوه لينا وتكون عندهم الجراه ما يتخباو في عباد الله. وغنقول لك انا بتجربتي المتواضعه وهذه رساله للمراه المغربيه بطريقه عامه والمناضله فين ما كانت شي امراه دائما خصهم يلقاو لها شي واحد تيسيرها بالتيليكوموند زعما حنا خلقنا سيدي ربي بالعقل. وما تيتبنى الاخرين الا ضعيف الشخصيه وانتم راه تعرفوني 17 عام يا ريت كون كنت ضعيفه هذه الشخصيه. مواقفي غندافع عليها. التصور المشترك غادي ندافع عليه وهذا الشيء علاش داك النهار صوتوا عليا. وما عمرني جامي ما غادي نخن الثقه الغاليه المواطن والثقه الغاليه تاع المناضل والثقه الغاليه تاع صاحب الجلاله. واللي بايه يهضر. شكرا سيدة الرئيسه.